بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يلا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع الرئيسي اللي متفرع منه الشارع اللي فيه الشقة بتاعة النهاردة. انت بينك وبين الشارع اللي قدامك ده بالظبط دقيقة واحدة ماشي على رجلك، يعني كام عمارة كده بالظبط. ده كده شكل الشارع اهو اللي فيه الشقة بتاعة النهاردة. كده بقى يا جماعة وصلنا الدور اللي فيه الشقة بتاعة النهاردة. شقة النهاردة يا جماعة مساحتها 130 متر، هنخش نشوفها دلوقتي. بس قبل ما نخش للشقة بنشوف طبعا عندي الدور فيه شقتين، هنا كده شقة وهنا كده الشقة التانية بتاعة النهاردة. شقة النهاردة يا جماعة كاملة المرافق، كهرباء وغاز ومية. أول حاجة تعالوا نشوف عداد الكهرباء. عداد كهرباء قديم اللي هو الديجيتال، طبعا حضراتكم عارفين ان في القديم في منه نوعين، اللي هو الديجيتال، لا مش ديجيتال ده، وفي اللي هو القرص. يلا بقى تعالوا نخش شقه النهارده برجلينا اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم يا جماعه شقه النهارده مساحتها 130 متر، ثلاث غرف وريسبشن قطعتين ومطبخ وحمام. هنا كده يا جماعه عندي الطرقه دي بتوديني على المطبخ والحمام، وهنا كده غرفة ببلكونة على الشارع، وهنا كده غرفة، والغرفة التانية هنشوفها دلوقتي. الشقة يا جماعة ناصية بتبص على شارعين، شارع عرضه 6 متر وشارع عرضه 8 متر. ده كده يا جماعة الريسبشن اهو. هنا كده غرفة، طبعا هو فتحها هنا مع الريسبشن زي ما حضراتكم شايفين كده، فتحها هنا مع الريسبشن. انت لو حابب تقفلها ممكن تقفلها عادي، ممكن تعمل لها بقى باب جرار، ممكن تعمل لها كذا فكره ممكن تعملها فيها. تعال اوري لحضراتكم برضو المساحه بتاعتها، دي مساحتها اهي يا جماعه. طبعا التشطيب تشطيب لوكس عادي اللي هو السيمبل البسيط، وهي يا جماعه شغل الكرانيش. دي كده الغرفة الأولى ودي المساحة بتاعتها. برضو على فكرة يا جماعة الشقة بتاعت النهاردة فيها تليفون أرضي، يعني فيها خط أرضي تقدر تدخل نت بسهولة، وطبعا عداد مية خاص، عداد كهرباء، عداد غاز، كل ده موجود. هنا كده يا جماعة ده الشارع أهو. ثانية واحدة حاول أفتح لكم برضو الشباك. ده كده يا جماعة الشارع أهو. ده شارع عرضه قلت لحضراتكم 8 متر، لا هو 10 متر يا جماعة، متفرع من شارع رئيسي عرضه 60 متر. الشقة يا جماعة فيها كل الخدمات، كل الخدمات موجودة فيها، جميع المحلات، سوبر ماركتات، مكان فيه مستشفيات، مدارس، كل حاجة يا جماعة موجودة في المكان. دي كده الغرفة الأولى وده الريسبشن. ريسبشن أهو، دي قطعة عندي برضو الشباك ده بيبص على نفس الفيو اللي إحنا شفناه دلوقتي. وهنا كده عندي القطعة التانية بتاعة الريسبشن، ريسبشن قطعتين يا جماعة ما شاء الله. تعالوا نشوف بقى هنا كده الغرفة التانية. دي الغرفة التانية أهي يا جماعة، ودي تعتبر الغرفة اللي في الناصية. أهي دي المساحة بتاعتها. عندي الشباك ده بيبص على شارع اللي هو الستة متر اللي أنا قلت لحضراتكم عليه، هوريه لكم دلوقتي من البلكونة. وده هنا كده الجزء ده أهو، ده بيبص على الشارع اللي هو اللي إحنا شفناه دلوقتي العشر متر. دي كده يا جماعة الغرفة التانية أهي. تعالوا بقى نروح نشوف الغرفة التالتة، وهنشوف برضو معانا المطبخ والحمام. بنروح بعد كده هنا على الغرفة التالتة، ودي اللي فيها البلكونة أوريها لحضراتكم دلوقتي. دي الغرفة التالتة أهي يا جماعة، ودي المساحة بتاعتها أهو يا جماعة. عندي هنا الشباك ده بيبص على الشارع، هوري لحضراتكم برضو البلكونة اللي هنا. دي البلكونة أهي يا جماعة، دي المساحة بتاعتها، دي بلكونة صغيرة. الشارع ده يا جماعة مقفول من هنا، ده شارع مقفول من هنا أهو، وده كده الشارع الستة متر، واللي هناك ده اللي هو الشارع العشرة متر. عندي برضه هنا عداد الغاز أهو يا جماعة، ده عداد الغاز زي ما قلت لحضراتكم إن الشقة كاملة المرافق، كهرباء وغاز ومية، وعداد مية خاص طبعا، وفيها خط أرضي تقدر تدخل نت بسهولة جدا. بعد ما شفنا الغرف والريسبشن تعالوا بقى نخش نشوف المطبخ والحمام. هنا كده بيجي لنا المطبخ، دي المساحة بتاعته اهي، دي مساحة المطبخ اهي يا جماعة، مساحته حلوة على فكرة، ما يعتبرش صغير اهو. ده ماسورة الغاز جاية هنا اهي، هنا طبعا جاية يا جماعة من البلكونة، الشباك ده بيبص على البلكونة اللي احنا كنا فيها دلوقتي. وهنا كده الغاز اهو، ده الغاز جاي من البلكونة وداخل كده على الحمام. هنروح نشوف الحمام دلوقتي. ده كده يا جماعة المطبخ اهو، دي المساحة بتاعته،
طبعا التشطيب يعتبر تشطيب قديم، يعني السيراميك ده اللي هو بتاع زمان اللي كنا بنسميه ايشاني. بعد كده هنا بيجي لنا الحمام اهو، ده كده الحمام يا جماعه، دي المساحه بتاعته برضو في بانيو اهو. هنا كده عندي الغاز، ماسوره الغاز جايه من هنا اهي، لو هتركب بقى السخان هنا اهو يا جماعه، والشباك ده برضو بيبص على البلكونه اللي احنا كنا فيها دلوقتي. يلا نراجع مع بعض بقى البيانات بتاعت الشقه مره تانية. الشقه يا جماعه مساحتها 130 متر، عفوا 140 متر تحت العجز والزياده، ثلاث غرف وريسبشن قطعتين ومطبخ وحمام. الشقه في الدور الثاني يا جماعه، ثاني بلكونه بعد الارضي. البيت هي تعتبر في بيت خمس ادوار، كل دور فيه شقتين. الشقه فيها عداد كهرباء وفيها غاز طبيعي وفيها موتور مياه خاص. الشقه عنوانها فيصل محطه شارع دياب. الشقه مطلوب فيها 950,000 قابل للتفاوض البسيط. وطبعا لو انا نسيت اذكر اي بيانات يا جماعه اكتبوا لي تحت في التعليقات وهرد عليكم على طول ان شاء الله. ولاي استفسار طبعا برضو تقدر تكلمنا على ارقامنا الموجوده على الشاشه، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب، في حاله عدم الرد على طول يبعت رساله على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة التاسعة مساء، والأجازة الرسمية يوم الجمعة. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبدالله.